طبعا نحن سوينا موقع الكتروني. طبعا نحن فكرتنا نحن ما سوينا موقع الكتروني، ليش يا كذب؟ ايش نحن مسويين؟ انا لارا الرحبي، استبعدوا. وفي النهايه اشهر جامعه ايش انتم؟ انا الطالب عمر بن عبد الرحمن العبري من مدرسه عبار المبشر للتعليم الاساسي من محافظه الظاهره. معكم سالم بن احمد بن سالم بن جابر الحسني من جامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه بمسقط. سحر العبريه من جامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه بصحار. اسمي حنين الشخصيه من جامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه في مسقط. انا لار الرحبي من جامعه التقنيه والعلوم التطبيقيه فرع ابره. معكم اشرف المحروقي، شاركت في هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء في النسخه الثانيه العام المنصرم، ومثلنا الجمعيه الفلكيه العمانيه وشاركنا بتطبيق أسترو كونكت، وهو عبارة عن منصة لمختبرات افتراضية دراسة الأحياء الفلكية. شاركت بفريق جيو سبيس، وهو عبارة عن كون جيولوجيا فضائيا. لقد قمنا بإنشاء منصة، هذه المنصة تعمل بشكل خاص بالربط ما بين الجيولوجي وما بين المختبر الافتراضي الجيولوجي عن طريق استخدام نظارات الواقع الافتراضي. شاركنا العام الماضي في هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء، صراحة كان جداً رائع. كنا في المدرسة نحاول نغطي جميع التحديات اللي موجودة في ناسا، وقررنا نختار تحدي الماء بشكل أساسي. فكانت فكرة فريقنا تتمحور حول أنه لازم نصمم موقع لفئة المرحلة الأولى للمرحلة الأساسية، فكنا لازم نوصل جميع العوامل المؤثرة في الماء بشكل مشوق وإيجابي، نساهم في خلق بيئة نظيفة وصحية. كان موضوعنا عن السياحة، وطبعاً هو عبارة عن مقسم، هذا المقسم يمكن الناس من السفر عبر الفضاء عن طريق هذا المقسم. المقسم طبعاً شكله صاروخ. طبعاً واجهنا كثير من التحديات، ومن ضمن هذه التحديات كيف ممكن توازن ما بين الوقت والسرعة وجودة العمل والإتقان في وقت محدد وفترة زمنية محددة وقصير. أكثر الصعوبات كانت في رفع الملف، لأن الملف كان كبير جداً وأخذ منا وقت كبير. من التحديات اللي واجهناها بالهاكاثون أن ننجز العمل في 48 ساعة. استفدت من الهاكاثون أن اكتسبت مهارات جديدة مع فريق عمل مبدع جداً، وتعرفت على فرق جداً كثيرة، اكتسبنا منها أشياء كنا نحن ما نعرفها من قبل. هاكاثون ناسا لتطبيقات الفضاء يعني لنا الكثير، فهو عبارة عن محطة وقود نتزود بها بالطاقة، فهي البيئة المناسبة والأرض الخصبة التي نستطيع أن نغرس فيها الأفكار. فيها تجربة لخلق شيء جديد باستخدام مهاراتنا اللي عندنا في الفنون، لأن هذه الهاكاثونات تمكن المشاركين من الاطلاع على أفكار وليدة اللحظة لم تكن موجودة قبل الهاكاثون. النصائح التي أقدمها للمشاركين الجدد هي أنصح بالفهم الجيد للتحدي من جميع جوانبه، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لكل عضو من أعضاء الفريق، وأنصحهم الاستمتاع بالرحلة بشكل جيد لأنها سوف تكون تجربة فريدة من نوعها. نصيحة للمشاركين الجدد أنكم تنتقوا فريق العمل بعناية، لأن هذا راح يساعدكم على أنه يظهر المشروع أو الفكرة بشكل جدا جميل، وأنكم تنجزوا بشكل جدا كبير ومتقن ومبدع. أنصح الفرق المشاركة في النسخة الثالثة بعدم التردد في المشاركة ولو كانت الفكرة صغيرة. نصيحتي للمشاركين شدوا حيلكم واستغلوا الوقت دون كلل وملل. حطوا جدول زمني في كل المهام لكل عضو من الفريق. وفي النهاية أشكر جامعة التقنية والعلوم التطبيقية على احتضانها هذا الحدث العلمي المهم للأجيال القادمة.